سؤال عن العملات الرقمية المشفرة خاصة. نعم. البيتكوين. أيه. شرعاً إيش حكم التداول بهذه العملات؟ وهل هي تملك معنى الثمنية ولا لا؟ أبداً لا تملك معنى الثمنية وأبعد ما. طيب هذه الآن أنا أسألك الآن. لو الآن أنا أملك فيها مثلاً 10 مليون. أيه. ولا وجدت من ما وجدت من على كل حال أرجع إليه، ما قيمة هذه 10 مليون؟ ما وجدت من أرجع إليه الآن ولا وجدت إليه؟ من يقبلها مني؟ لا فيها القبول وفيها الإبرام فيها التقارب هذا فيها التقدير. هذا القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق. ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله ولا ترجع إليه، من ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد. فهذا طالما أنها ليست، هو معروف بأن النقد لا بد أن يشتمل على 3 ميزات. الميزة الأولى أن يكون معيار تقويم للسلع. الأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة. الأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام. هذه الخصائص الثلاثة ما يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، وهي يعني لازم الدولة تقول تراها لازم يصير وراها دولة ولا ما تنفع. نعم لا طيب. بد أن يكون وراها، إما أن يكون وراها دولة بس أخذت القيمة أو يكون العرف العام، أو وراها من يضمنها وهو أهل للضمان. فعلى كل حال أما مسألة الآن هذه البيتكوين هذه الآن هل وراها من يضمنها؟ ابدا ما تعرف هل وراها احد يقوم باصدارها او يقوم بكذا على اعتبار انه ضامن لمحتواها. ليس هناك فهي اشبه ما تكون بصالة قمار، فهي عبارة عن مقامرة. هذا هو ياخذ كذا والآخر، وان كانت يعني الان ما هي يعني على القمار الواضح اللي هذا، لكنه من أكل يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل. يعني محرمة تعتقد البيتكوين؟ والله أنا أرى أنها محرمة تحريم كامل، وأنها من أكل أموال الناس بالباطل، وليس لها في الواقع لا ثمن ولا مثمن، لا ثمن معتبر ولا مثمن منها. ودائما وابدا كما تعرفون المعاوضات لابد ان تكون مبنيه على عوض وعلى معوض وعلى على كل حال التزام وواجب حق كل هذا، وهذه فاقدة هذا كله. طيب ولكن متى تثور قنبلتها؟ الله اعلم. هي فقاعه انا واياكم من المنتظرين نشوف. عبد الرب حميد كان هو المسؤول عن القضاء وقتها. نعم هو رئيس مجلس القضاء. وانت اشتغلت في القضاء 40 سنة يمكن أو أكثر. نعم. أنا أسألك بعد هالأربعين سنة سؤال، وهذا السؤال مهم. هل القضاء في المملكة يعتبر مستقل؟ نعم أنا أقول القضاء مستقل، وأنا أبغي أعطيك الآن يعني أمثلة لاستقلاله مما يدل على أن هذه الأمثلة لم تتأثر بسلطات أو بوجهات. أعطني. المسألة الأولى، الملك فهد رحمة الله عليه في دعوى بينه وبين عبد الرحمن فقيه في الطائف. أي. وفي نفس الأمر صدر الحكم للملك فهد من الطائف على ضد عبد الرحمن فقيه. الخلاف كان عن إيش؟ عن أرض موجودة في شرقي الطائف. فالحاصل إن جاءتنا المعاملة في محكمة التمييز، أنا والشيخ عبد الله البسام، وثالث لنا والله إني ما أدري هو الشيخ جابر الطيب أو يعني الحكم الأولي حكم للملك فهد ضد فقيه. طيب جاءتنا ونقضنا الحكم نفسه وأيدنا جانب عبد الرحمن فقيه. يعني حكمت ضد الملك فهد. الملك فهد بلغنا عنه شكره وتقديره على هالموقف اللي في الواقع رفعته شأن القضاء عندنا
بمثل هذه القضية. إنما درينا إحنا لجانا من رحمة الله عليه شكر وتقدير. هذه واحدة. الواحدة الثانية كذلك قضية الملك عبد الله في المدينة وحكمنا عليه نفسه. أرض. أرض نعم هي أرض صح. أرض ثالث صك للأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز. أمير عبد الرحمن بن عبد العزيز في مكة عند إسكان مكة فرصيفة نفسه. وفي نفس الأمر نقضنا صكه. هذا وش يعتبر استقلالية ولا تبعية؟ وهذا على كل حال الملوك وأبناء الملوك.